السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 27 من دورة أنت رائد أعمال بعنوان Business Model Canvas Channels بين قوسين كده ماركتينج. هنتعرف النهاردة إزاي نستخدم الـ Business Model Canvas، إن إحنا هنبدأ نشوف حتة قنوات الاتصال يعني إيه ونملاها إزاي صح. وأول حاجة هنعملها مع بعض هي اسمها الماركتينج، أو إزاي إن إحنا نكون حاطين حاجة اسمها ماركتينج شانل، قناة تسويق في البيزنس موديل كانفاس بتاعنا. يعني هنخش في التفاصيل دي النهاردة، زي ما احنا عارفين ان احنا ميعادنا كل يوم خميس الساعة 9 مساء معاكم عبد الله الوكيل. احنا بنستكمل رحلتنا في فهمنا للبيزنس موديل كانفاس، وان احنا نعمله بصورة واضحة وبصورة متكاملة وفيها الاوتبوتس المخرجات اللي احنا المفروض نكون طالعين بيها من ان احنا عملنا البيزنس موديل كانفاس. المخرج او الاوتبوت اللي شغالين عليه هو فكرة الكلاينت بيلدينج، ازاي البيزنس موديل كانفاس ساعدنا ان احنا من خلال الاربعة بلوكس دول اللي هما الكاستمر سيجمنتس والفاليو بروبوزيشنز، الفاليو بروبوزيشن والتشانلز والكاستمر ريليشن شيبس، ان احنا نوصل لحاجه اسمها كلاينت بيلدينج، او ان احنا بقى معانا عميل مستدام، او ان احنا في استراتيجي خطط كده عاملينها علشان ان احنا يبقى معانا في ناس هتحبنا وهتحب المنتج او الخدمه بتاعتنا وكمان هيعوزوها بشكل مستمر. طيب بدأنا خلال المحاضرة اللي فاتت، احنا قلنا ان في 3 استراتيجيز رئيسية. الاستراتيجي الاول وهي ليها علاقة بين الكاستمر سيجمنتس والفاليو بروبوزيشن، واسمها برودكت ماركت فيت، ازاي ان انا اعمل منتج، المنتج ده يكون الكاستمر عايزه، انا عامل حاجة ومصممها على حسب احتياج الكاستمر. ده خدناه وشرحناه المحاضرة اللي فاتت، وشرحنا ده من خلال كل الحاجات المختلفة دي. والنهاردة هنبدأ بقى الرحلة التانية والاستراتيجية التانية، وهي ازاي الـ Value Proposition توصل للـ Customer Segments أو الشرائح المستهدفة. وإن شاء الله يعني نخلص الـ Channels ده من خلال الـ Channels، الاستراتيجية الخاصة بالـ Channel، وهنعرف ليها اسم مميز النهاردة. وكده هيبقى أنا بعدين بقى إن شاء الله ازاي من الـ Customer Segments الاستراتيجي التالتة، ان احنا يكون الكاستمر بتاعي محتاج على طول value proposition، وده من خلال حاجة اسمها الكاستمر relationships. فتعالوا كده نبدأ بالchannels، ازاي الفاليو اللي هي المنتج او الخدمة بتاعتي الكاست توصل للكاستمر بصورة متكاملة. ده من خلال ايه؟ من خلال channels او قنوات الاتصال، او ازاي هنشوف مع بعض. طيب تعالوا كده نشوف الchannels رمزنا لها بايه، بعربية ايه شايلة حاجة، كأن الفاليو بتاعتي انا هاخدها اوديها لمين، للكاستمر. طب تعالوا كده ركزوا معايا في 3 حاجات رئيسية علشان او من خلال مفهوم الاتصال ده ان المنتج يوصل للكاستمر. في 3 حاجات، اول حاجة وهي الماركتنج التسويق. يعني ايه؟ يعني انا محتاج ان الكاستمر يعرف ان انا معايا منتج او خدمة، انه يعرف دي من خلال حاجة اسمها ماركتنج، تمام؟ طيب الحاجة التانية هو فكرة ان ازاي الكاستمر هيشتري المنتج او الخدمة بتاعتي، السيلز، عملية البيع والشراء هتتم ازاي. يبقى دي تاني حاجة فكرة او هيحصل فيها اتصال بين الفاليو وبين الكاستمر. الحاجة التالتة، والله لو الكاستمر قابله مشكلة، الكاستمر بعد ما خد المنتج او الخدمة بتاعتي في مشكلة لقاها، فبالتالي هيحتاج حاجة اسمها، أو الحاجة التالتة اسمها الـ Customer Support. Customer Support يعني إيه؟ يعني فكرة خدمة دعم الـ Customer. أنا في موبايل أبلكيشن ولا حاجة، والموبايل أبلكيشن ده فيه مشكلة حصلت في الاستخدام أو في الأكونت بتاعي، هوصل لكم إزاي؟ طلبت مثال بسيط خالص، طلبت دليفري ودليفري ده اتأخر، فأنا عايز أتصل أقول يا جماعة الأوردر بتاعي اتأخر، فبالتالي محتاج رقم تليفون اتواصل من خلاله. فهما دول الثلاث حاجات لو جينا نتمعن كده مفيش غيرهم، هيكون مواضع الاتصال بيني او بين الفاليو بتاعتي اللي هي المنتج او الخدمة وبين الكاستمر. تمام كده؟ تمام كده. طيب الثلاث حاجات دول مع بعض اللي هما الاتصال، واللي هما هيوصلوا المنتج او هيكونوا قنوات الاتصال بين المنتج او الفاليو بتاعتي والكاستمر، الثلاث حاجات دول اسمها استراتيجي، خطة اسمها جو تو ماركت استراتيجي، ازاي المنتج بتاعي هيروح السوق. يبقى اذا
الاستراتيجي التانية اللي احنا شغالين عليها، وهي استراتيجي خاصة بقنوات الاتصال بين المنتج او بين الفاليو وبين الكاستومر. الاستراتيجي دي اسمها جو تو ماركت استراتيجي. بتحصل ازاي؟ من خلال الشانلز، قنوات الاتصال، عن طريق الماركتينج، السيلز، الكاستومر سبورت. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نبدأ النهاردة بالماركتينج او التسويق، ونبدأ نشوف ازاي اصلا او نفهم مبادئ كده خاصة بالتسويق، مبادئ خاصة، مبادئ يعني ايه، انتروداكشن كده، مقدمة بسيطة، بحيث نفهم ازاي هنحط الجزء ده او هنغطيه واحنا بنعمل البيزنس موديل كانفاس. فتعالوا كده نسمي الله ونشوف الماركتينج. الماركتينج او التسويق من اسمه كده جاي من فكرة ان انا ماركت، ماركت يعني سوق، ماركتينج ان انا اعرف السوق بالفاليو بتاعتي. يعني ايه ماركتينج؟ يعني communicating values to customer. يعني ايه communication؟ communication يعني تواصل، بين قوسين كده ان انا عايز اقول او اوصل فكرة الفاليو بتاعي المنتج او الخدمة للكاستمر، اقول له انا موجود. ده كده باختصار يعني ايه ماركتينج. طيب الماركتينج او التسويق واحدة من اهم الحاجات الخاصة في الخاصة بالمشروع بتاعك، وخاصة في مرحلة البداية. كل حاجة في حياتنا دايما بتبقى محتاجة تسويق. كان ممكن دكتور شاطر، يعني طبيب مثلا او محامي شاطر، بس محدش يعرف. دايما اي حاجة انت شخصيا، الحاجة اللي انت بتقدمها او بتعملها، محتاج انت تسوق لنفسك، تقول يا جماعة انا بعرف اعمل ده، انا في فاليو معينة بعرف اعملها، فبالتالي محتاج ان انا اعرف الناس ان انا بعرف اعملها بصورة قوية. هتلاقي نفسك انت حتى عامل لينكد ان، حساب على لينكد ان بروفايل، عشان تقول للناس انا عندي الخبرات المختلفة دي. فالماركتينج بشكل عام هو عماد رئيسي في المشروع بتاعك. لكن تعالوا كده نتخصص اكتر في فكرة الستارت اب بتاعتنا. في الستارت اب بتاعتنا، بعد ما انا عرفت الكاستمر سيجمنت، الشريحة المستهدفة، وايه هي الفاليو بروبوزيشن، القيمة اللي انا هعملها، وبدأت ان انا خلاص هعمل منتج معين، بعد كده ايه المطلوب؟ هلاقي نفسي ان انا محتاج ان الكاستمر يعرف المنتج بتاعي. وقلت لكم قبل كده ان عبقرية البيزنس موديل كانفاس انه فعلا مرابط كل احتياجات المشروع بصورة، مش بس ان هو يقول لك اكتبها، لا، مترابطة بالترتيب. فهلاقي فعلا بعد ما عملت الفاليو بروبوزيشن هعمل منتج او خدمة، هحتاج ان انا اعمل ماركتينج. طيب كنا قلنا خلال المحاضرات اللي فاتت ان احنا بنحتاج حاجة اسمها بروجكت مانجر في بداية الستارت اب بتاعتنا، حد يبقى مدير كده مسؤول عن الجوانب المختلفة، وده اللي بيبقى حاجة اسمها سي اي او، او التشيف اكسكيوتيف اوفيسر، هو ده اللي هيبقى رئيس التنفيذ ان شاء الله لو الفكرة بتاعتنا اتحولت لستارت اب. وقلنا ان في حد تاني احنا بنحتاجه لما نيجي نعمل المنتج بتاعنا، اللي هو السي تي او، التشيف تكنيكال اوفيسر، الشخص اللي هيبقى مسؤول عن المنتج. على طول بعد كده المرحلة الثالثة هنحتاج حاجة اسمها سي ام او، وهو التشيف ماركتنج اوفيسر. مين اللي هيبقى مسؤول يا جماعة في التيم بتاعنا كده عن جزء التسويق؟ لان هو جزء التسويق هو يعتبر دلوقتي اهم حاجة بالنسبة لك. ليه؟ لانه هو اللي هيعرف الناس بالمنتج او الخدمة بتاعتك، غير كده محدش هيعرفها، غير كده انت مش هتقدر تعمل اي حاجة بعد كده في المشروع. طيب الماركتينج بشكل عام احنا هناخد النهارده زي مقدمة كده بحيث نفهم الماركتينج، لكن الماركتينج او التسويق محتاج سلسلة محاضرات لوحده، وده هناخده اكتر في لما نيجي نعمل حاجة اسمها البيزنس بلان. طيب ببساطة كده الماركتينج فيه حاجتين رئيسيتين لما نيجي نقول احنا هنعمل تسويق بشكل عام في اي شركة، مش شرط ستارت اب. يقول لك اول حاجة هنعملها عشان نعمل ماركتينج حاجة اسمها ماركت ريسيرش، والحاجة التانية اسمها ماركتينج تشانلز. ماركت ريسيرش يعني بحث السوق، وماركتينج تشانلز قنوات التسويق، ايه القنوات اللي استخدمها عشان اسوق للمنتج او الخدمة بتاعتي. طب اول حاجة الماركت ريسيرش، كلمة ماركت ريسيرش يعني ايه؟ يعني ان انا فاهم او عامل بحث للسوق وفاهم كل التفاصيل بتاعته. طب ايه كل التفاصيل؟ التفاصيل هي اللي احنا خدناها قبل كده، فكرة الفاليو بروبوزيشن بتاعتي، يعني كل اللي احنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت. ده كده على بعضه اسمه ايه؟ ماركت ريسيرش. كان اول حاجة الفاليو بروبوزيشن، ازاي ان انا يبقى عندي ميزة تنافسية كويسة، ازاي ان انا شايف
الكومباتيتورز اللي موجودين في السوق، كل واحد بيتميز عني ايه، وايه اللي هيميزني عنهم، وايه اللي هيخلي الكاستمر يشتري المنتج بتاعي بالتفصيل او بالتحديد يعني. والحاجة التانية في الماركت ريسيرش هي الكاستمر سيجمنتس، شرايح او الشرايح المستهدفة بالنسبة لي، ازاي ان انا اشوف الكاستمر سيجمنتس المختلفة، وازاي ان انا اعمل حاجة اسمها الكاستمر بروفايل، ابقى عارف كل تفاصيل عن الكاستمر بتاعي، والكاستمر سيجمنتيشن اللي احنا شرحناها، وازاي ان انا اعرف كل تفاصيل عن الكاستمر بتاعي، سواء بقى السن، العمر، المكان، المنطقة، كل حاجة عن الكاستمر. ان انا اعمل كاستمر سيجمنتيشن، وان انا اعمل كاستمر بروفايل، اشوف ايه الحاجات اللي الكاستمر ده، كل شريحة هتختلف عن التانية في الكاستمر بروفايل، ايه الحاجات اللي هي عايزاها او بتحبها، ايه المشاكل اللي بتقابل الايه الفئة دي. فبالتالي يعتبر كده ايه، ان احنا من خلال المحاضرة اللي فاتت وخلال المحاضرات اللي فاتت، احنا يعتبر المفروض عاملين زي ماركت ريسيرش، وعارفين ان في الكاستمر سيجمنتس، الشرائح المستهدفة دي، اصلا هم عايزين المنتج او الخدمة بالطريقة دي. احنا صممنا، عملنا ايه، فاليو ديزاين، عملنا تصميم للقيمة بتاعتنا على اساس ايه، على اساس احتياج الكاستمر. فده احنا عملناه، وشفنا الكومباتيتورز، وشفنا ايه الكومباتيتيف ادفانتجز او الميزات التنافسية عندنا. طيب، وتاني ده بيأكد ايه، بيأكد فكرة ان البيزنس موديل كانفاس هو حاجة ايه، هو حاجة دايناميك، حاجة ايه، مترابطة. فكرة احنا عملنا الفاليو بروبوزيشن والكاستمر سيجمنتس، وعملنا حاجة اسمها برودكت ماركت فيت، فايه النكست ستيب، النكست ستيب ان احنا نشوف الماركت ايه. طيب، فعملنا الماركت ريسيرش، خلاص تمام. احنا كده اي حد بيسمعني دلوقتي ملتزم بالمحاضرات اللي فاتت، عمل ماركت ريسيرش كويس، او يعني بيزكس كده، حاجات اساسية للماركت ريسيرش. طب الحاجة التانية ايه، ان احنا عايزين نحدد الماركتنج تشانلز، ودي المفروض اللي احنا هنحطها بقى في البلوك بتاع التشانلز بتاعنا، يعني هنقول الماركتنج تشانلز، قنوات التسويق اللي احنا هنستخدمها. طيب، الماركتنج تشانلز في الانواع بتاعتها في نوعين رئيسيين، النوع الاول هو اسمه ديجيتال ماركتنج، والنوع الثاني اسمه تراديشنال ماركتنج. ايه الفرق بينهم من اسمهم؟ اولا تراديشنال ماركتنج التسويق اسمه التسويق التقليدي، والديجيتال ماركتنج التسويق الرقمي او الالكتروني اللي هو الاي ماركتنج. طيب، ايه الفرق بينهم تاني؟ التراديشنال ماركتنج والله التسويق بشكل عام اللي هو التقليدي، ما قبل عصر بقى السوشيال ميديا وعصر يعني الاي ليرنينج والحاجات دي كلها. طيب، فالتراديشنال ماركتنج زي مثلا هندي مثال دلوقتي حالا، ان في فيلم هينزل السوق، المفروض ان هو يتم عرضه مثلا في العيد الصغير او العيد الكبير. طيب، هلاقي وسائل التسويق للفيلم ده هتبقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة البانرات اللي هلاقيها في الشارع، هلاقي كده في الشارع بانرات اعلان للفيلم ده، ده اسمه ايه، تراديشنال ماركتنج. يعني ايه؟ يعني التسويق بشكل التقليدي. طيب، الحاجة التانية اللي انا هلاقي الاعلان بتاع الفيلم ده فين؟ هلاقيه على كل السوشيال ميديا، كل السوشيال ميديا دي اللي هي ديجيتال ماركتنج، يعني هلاقيه على الفيسبوك، هلاقي على اليوتيوب، هلاقي على مثلا تويتر، هلاقي على ممكن اي حاجة، ممكن مثلا انستجرام، ممكن تيك توك، ممكن سناب شات، ممكن واتيفر، كل السوشيال ميديا بشكل عام يكون موجودة على الويب سايتس المختلفة، هلاقي ديجيتال ماركتنج على اليوتيوب طبعا في الاعلانات بتاعته. فهلاقي هنا الجزء الخاص بايه، بالديجيتال ماركتنج. يعني ايه ديجيتال ماركتنج؟ التسويق الالكتروني او الرقمي. فدول النوعين الرئيسيين، فانت محتاج ان انت تحدد انا هستخدم انهي واحد. وفي البداية خاصة تاني، احنا بنحط بيزنس موديل كانفاس، بنحط بيزنس موديل كانفاس بس تاني عشان البداية 6 شهور او سنة، فمش بديهي ان انا في اول سنه ليا ان انا هستخدم التراديشنال ماركتنج قوي. ليه؟ لان انا مش معايا فلوس. التراديشنال ماركتنج ممكن يكون مكلف، الديجيتال ماركتنج ممكن يكون اسرع، وهنتكلم دلوقتي ازاي ان احنا ممكن نعمل ديجيتال ماركتنج ببلاش في البدايه يعني. فمحتاج ان انا اقول ان في ايه قنوات الاتصال المناسبه ليا في البدايه ان انا استخدمها. طيب،
عايز اقول لك على حاجه، انت ممكن في البدايه يبقى التراديشنال ماركتنج هو الهدف. تعال ناخد اكزامبلز كده تاني، اكزامبلز مثلا في التراديشنال ماركتنج زي ايفنتس بالنسبه لك انت كستارت اب، ان في ايفنتس مختلف مجمعه الناس اللي هي في السوق بتاعك او اللي انت مستهدفها، ايفنتس خاصه بالطلاب لو انت مستهدف طلاب. الماس ميديا طبعا مثال، فكره ان احنا ممكن نلاقي اعلانات على التلفزيون، فدي كده اسمها برضه تراديشنال ماركتنج، دي فكره طبعا مثال بتاع الفيلم. طيب ممكن في التراديشنال ماركتنج فكره البي ار، يعني ايه البي ار؟ يعني ممكن ابقى انا عامل منتج، المنتج ده وكان في ناس يعني كلمتها في النقطه دي في المنتور شيب، في حد ممكن مثلا بيستهدف السمارت سيتيز تمام، وعايز اعمل منتج للسمارت سيتيز. طيب الراجل ده هيستهدف الناس دي، عايز يعمل تسويق ليه للناس اللي في الايه البيوت بتاع السمارت سيتيز. فقلت له انت هتوصل لهم ازاي، هتعمل يعني ماركتنج ازاي. فكان يعني افضل استراتيجي ان هو يشوف حد اوريدي في مدينه لسه بتبني، ويعمل ديل معاه مع المدينه دي ان هو هي مثلا منتج خاص بالسيفتي اكتر، اللي هو امان للمنازل وكده، فياخد المنتج ده او هياخد الفكره دي والشغل بتاعه يعرضه على الشركة دي، إن هو أو الشركة المسؤولة عن المدينة نفسها. وهنا بنتكلم بي آر أو بابليك ريليشن شيب أو جاست فكرة علاقات تقدر إن أنت من خلالها تسوق. فخلاص هقدر أعمل معاه ديل إن والله إن إحنا هنركب المنتج ده لكل مين؟ لكل المدينة وكل البيوت اللي موجودة في المدينة اللي بتبني حاليا. بس جاست إن أنا هعمل البارتنرشيب دي او الديل ده، خلاص انا مش محتاج حاجة تاني. فاللي انا عايز اقصده تاني ان مش شرط انت ممكن تكون مثلا الماركتنج بتاعك ان انت تعمل تعاقدات مع مثلا لو انت بتستهدف جامعات مع جامعات مختلفة مثلا، ممكن تبقى دي افضل طريقة. طيب في الديجيتال ماركتنج فكرة امثلة عليها زي السوشيال ميديا، او ان انت عامل ويب سايت من خلاله تعمل ماركتنج للبرودكتس بتاعتك او المنتجات بتاعتك. السوشيال ميديا بقى ان انت ممكن ان انت تعمل اعلانات بيد ممولة ومدفوعة، او انت ان انت تربي سوشيال ميديا خاصة بيك. ممكن تعمل سوشيال ميديا فيسبوك لينكدين، سوشيال ميديا خاصة بيك تبدأ من خلالها تسوق للمنتج او الخدمة بتاعتك دي بمرور الوقت. فاذا دي فكرة الماركتينج تشانلز، اتمنى ان هي تكون وصلت لكم بصورة قوية وبصورة سهلة. يعني مهم ان انت تحدد الماركتينج تشانلز ايه بتاعتك. اشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة. مطلوب منك دلوقتي او التاسك بتاع النهاردة ان انت develop your business model canvas channels، هتطور التشانلز المفروض ان انت كنت حاططها قبل كده، وتحط او تبقى فاهم اكتر ان في حاجة اسمها ايه، اسمها marketing channels او قنوات الاتصال او قنوات التسويق اللي انت القنوات اللي هتستخدمها في التسويق. ومهم جدا تبقى فاهم برضو ان كل مثلا جماهير بتاع الفيسبوك مختلفة عن لينكد ان، فبرضه مهم تختار او اللعبة بتاعتك تختار ايه هي افضل وسيلة او افضل قناة تسويق هقدر او ان انا هشتغل ان انا استخدمها. يعني ممكن ناس تستخدم بلاتفورم زي فيسبوك يكون افضل حاجة، ممكن ناس تانية لا لينكد ان هي افضل حاجة بالنسبة لهم. فمهم اختيار قناة الاتصال الافضل. وتاني حاجة الابسط، انت مش هتستخدم كل الماركتنج تشانلز، دي نقطة مهمة جدا خصوصا في بدايتك في الستارت اب. ما تقوليش ان انا هستخدم كل السوشيال ميديا وكل الحاجات دي، لا انا في حاجة هي دي اللي هبدأ بيها. مهم جدا تاني ان البيزنس موديل كانفاس بتاعك يكون رياليستك واقعي. تمام كده، بس كده اشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية، والسلام عليكم.